أزمة اختيار المنتخب لمحمد صلاح رغم إعلان ليفربول إصابته. ماذا يحدث في الكواليس؟ معانا على التليفون ناقدنا وكاتبنا الرياضي الرائع والكبير والجميل أحمد درويش. أبو حميد إزايك؟ أستاذ يوسف إزايك؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهدينك، دايما بستمتع إن أنا أكون معاك. والله العظيم وأنا. إيه الحكاية بقى؟ دلوقتي إحنا واقعين في أزمة. حقيقي هي أزمة بالفعل. امبارح الاتحاد المصري استقبل خطاب من نادي ليفربول بيطالب فيه بعدم تواجد محمد صلاح في معسكر منتخب مصر. كواليسي ايه بقى ومعلوماتي ايه؟ معلوماتي انه الخطاب اللي لم يعلن حتى الان يا استاذ يوسف ان ليفربول اخطرهم ان محمد صلاح مش هيكون موجود، لان انتوا عندكم معسكر ودي ماتشات وديه، حتى لو محمد صلاح شارك معانا في الماتشات خلال الايام الجايه احنا بنبلغكم ان محمد مش جاي. ده انفراد لبرنامجك ان محمد مش جاي حتى لو شارك في الاربع مباريات المقبله اللي هم ماتش يوم 7 وماتش يوم 10 وماتش يوم 14 وماتش يوم 17. وبالتالي الاتحاد المصري لكره القدم رد في بيان رسمي عبر كابتن ابراهيم حسن مدير المنتخب، قال فيه ان اي لعيب محترف مصاب عليه النيك المعسكر ويتم الكشف عليه من قبل الجهاز الطبي لمنتخب مصر وتحت رؤية الجهاز الفني لمنتخب مصر، وبالتالي هنتعامل مع الموقف بشفافية. إذا عندنا دلوقتي حاجتين، تمسك مصري وده حق أصيل طبقا للأجندة الدولية، اللائحة بتقول إن اللعيبة في الفيفا دي من حق منتخباتها، وإصرار إنجليزي إن هو عايز يحافظ على اللاعب، وبالتالي أنتوا عندكم ماتشين وديين وإحنا عايزين نحافظ على محمد صلاح، عندنا مسابقات إحنا بننافس فيها متصدرين الدوري الإنجليزي، بنلعب في دور 16 في الدوري الأوروبي، وبالتالي أنت أمام أزمة كبيرة جدا. أين المفر؟ المفر يا أستاذ يوسف في مواقف زي دي يحتاج إلى حكمة. بص، مش عايز اشكك في النوايا، لكن دائما ما بيكون في عوامل بترجح الكفه. ايه العوامل عشان بس الكلام يتفهم صح؟ اول حاجه رغبه اللاعب، اين تذهب رغبه اللاعب وقتها؟ فتش عن رغبه اللاعب وانت ساعتها هتعرف اذا نجحت رغبه اللاعب في انه يتواجد في منتخب مصر فهو عايز يجي منتخب مصر، اذا نجح ليفربول في موقفه فبالتالي اذا الموقف هيكون له ابعاد تانية ووجهه نظر تانية انا مش عايز اسبقها، لان انا اعرف كم معلومات يعني يعفيني من ان اتكلم فيها او مش عايز اسبق الاحداث، لكن انا بقول لك بنسبه 90% ممكن اكون بتكلم بدري شويه وببالغ بدري شويه، محمد صلاح مش هيكون موجود في معسكر منتخب مصر الجاي. ده بما هو متوافر ليك من معلومات طلبت انك لا تذكرها. بالظبط، يعني اللي انا اقدر اقولك يعني المتاح ان انا قلته 10%. الجانب اللي انا خصيت حضرتك بيه كمفاجاه وانفراد لبرنامج الاستاذ يوسف حسين العزيز على قلبي، الجانب الذي لن يذكر في خطاب المعلن من قبل الاتحاد المصري لكره القدم ان هو ليفربول ابلغ الاتحاد ان هو حتى لو صلاح شارك معنا في الماتشات هو مش هيجي عشان اصابته ما تتجددش، واحنا عايزين نحافظ عليه عشان ده معسكر ودي ماتشات وديه، وبالتالي من الافضل ان هو ما يجيش ويبقى تحت عنايه وملاحظه ورعايه الجهاز الطبي والفني لنادي ليفربول. انت رايك ايه؟ والله رايي انا دايما بشوف ان اللوائح بتنتصر، بشوف ان الصح صح. الصح ايه؟ ان اللعيب يجي حتى لو مش عايز يشارك في المعسكر، انه يجي يحط نفسه تحت امر منتخب بلده، خصوصا ان ده جهاز فني جديد، خصوصا ان في اقاويل كتير وتناثرت الفتره اللي فاتت واشاعات عن توتر علاقه ما بين الكابتن محمد صلاح والكابتن حسام حسن. خد كمان معلومه اخصك بيها، حتى الان حتى تاريخه لم يحدث اي اتصال هاتفي ما بين الكابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن والكابتن محمد صلاح قائد منتخب مصر، ولا مرة اتكلموا مع بعض حتى الآن، لا واتساب ولا تليفون، وده كلام بقوله على مسؤوليتي بنسبة 100%. إيه الإجراء الصحيح اللي المفروض يتعمل سواء إذا كان من محمد صلاح أو من كابتن حسام؟ والله أنا بشوف
افضل حاجه ان الجهاز الفني يتواصل مع اللعيب ويشوف لو هي دي رغبته والجهاز الفني يقدر يستغنى عنه عشان الدنيا تمشي طالما دي ماتشين وديين، لو هي رغبه اللاعب ويبداوا يتفاهموا ماشي. لو الجهاز الفني عايز يبقى عنده موقف، عايز يبقى عنده موقف وياخد موقف حاسم يتمسك بضم اللاعب، لكن ده قد يؤثر على العلاقه ما بين اللعيبه والمدير الفني مستقبلا. لكن الاولويه دايما لمصر، الاولويه دايما لمنتخب مصر، الاولويه دايما كابتن حسام حسن المدير الفني اللي احنا كلنا بندعمه طبعا وبنسنده وواقفين في ظهره ونطمح في نجاحه، كابتن ابراهيم وكل اعضاء الجهاز، محمد صلاح وقيمته العظيمه، هو في الاخر لاعب قائد المنتخب مصر وبيفرحنا وبيسعدنا، لكن دايما دايما محمد بيتحط تحت ضغوط ان هو ما نجحش نجيب بطوله مع منتخب مصر، لكن دايما بنطمح ان العلاقه تكون افضل مستقبلا ما بين الاثنين. يعني تفضل انه كابتن حسام يتصل ب ويفهم منه الموقف، لو عنده رغبه، لو عنده رغبه بعدم الحضور يبقى يتم مداواه الامر بشكل ما يحافظ على صوره المنتخب ويحافظ على صوره على اللاعب صلاح طبعا وكمان على رغبه اللاعب. صحيح. أنا بشكرك جدا 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 يا أحمد، ألف ألف مليون شكر ناقدنا وكاتبنا الرياضي الكبير أحمد درويش.